لم تهدأ بعد احتجاجات السودانيين وقد حلت ذكرها الثالثة. الرافضون لحكم العسكر ما زالوا يراهنون على الشارع وإن كان الثمن سقوط مزيد من القتلى. أبريل 2019 عندها هدف واحد وهو تحرير المدنية كاملة، وإنه السلطة سلطة الشعب والثورة ثورة الشعب والعسكر للسكن هذا. بالرصاص الحي المصوب إلى الصدر والرأس والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، واجهت قوات الأمن حشود المتظاهرين المطالبين بحكم مدني في أم درمان والخرطوم ومدن أخرى. تقول لجنة أطباء السودان 3 أعوام مرت على سقوط نظام البشير، والشعارات والمطالب ذاتها ترفع، والوضع في السودان يزداد قتامة بعد إطاحة الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية في أكتوبر من العام الماضي. انقلاب أجج المطالب بإبعاد الجيش عن السياسة، لكن الوجود الأمني المكثف وسقوط عدد كبير من القتلى وقطع السلطات خدمات الاتصال وإغلاق الجسور يشي بأن السودان دخل في جمود سياسي لن ينتهي قريبا. الشعب السوداني بعد الله معتمد على نفسه وما حيتراجع، ما حيتراجع أبدا لحد ما يحدد أهدافه. سلطة الجيش الحاكم التي ترفض أسلوب الاحتجاج في الشارع تقول إنها لن تسلم زمام إدارة البلاد إلا لحكومة منتخبة أو بالتوافق، توافق كان الجيش أول من انقلب عليه.